أهلا وسهلا فيكم بألو ساش فام. 4 شباط حدث سنوي بيدر فيه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك لرفع الوعي لمكافحة هالمرض. تطور الطبي ووجود الوسائل المبكرة للكشف عن الأمراض ووجود اللقاحات ساعدت بأيامنا على تفادي الكثير من الأمراض وعلى شفاء منها بنسبة كثير كبيرة. لكن العبء اللي بيفرضه السرطان على المريض من معاناة وألم وجع أدوية وعلاج عنده أثار جانبية كثيرة على المريض وعلى المجتمع. لهالسبب بتبقى الوقاية استراتيجية الأربح على المدى الطويل لمكافحة هالمرض. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن سرطان عنق الرحم عند المرأة، وحتى نضوي أكثر على هالموضوع رح نستضيف معنا طبيب الدكتور ويليام معوض، اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد. أهلا وسهلا فيك دكتور. بونجور، كيفك؟ الحمد لله. اليوم حكيم عم نحكي عن سرطان عنق الرحم عند المرأة. عرفنا شو يعني سرطان عنق الرحم، وبهالأيام كيف نسبته عم بيزيد، خبرنا شوي عنه. أول شيء سرطان عنق الرحم هو صار له هلأ حاليا مفهوم جديد عن ما كان قبل، لأنه من الأمراض القليلة إذا نحكي كانسرز يلي تقريبا منعرف مسبباته شو هن، يعني بالإمكان تفاديها أو كشفها مبكرا. بالمقابل سرطان عنق الرحم هو مرض صامت مثل سرطان الثدي، يعني ما عنده عوارض بالأول. وبلبنان المريضة ما بتروح ما بتطلب المساعدة من الطبيب إلا إذا كانت يا موجوعة يا عم تنزف، يعني في عوارض معينة. سرطان عنق الرحم لما يبلش يعطي العوارض تبعه بكون وصل لدرجة جدا متقدمة، وتقريبا انه العلاج ما بطمن، يعني انه ما في وسيلة للمساعدة مثل ما لازم. فبيبقى الكشف المبكر عليه، الكشف المبكر غير البريفنشن يعني غير التفادي، الكشف المبكر تبعه هو علاجه بحد ذاته. عم بتلاقي انه في حالات زيادة بهالايام؟ اكيد في حالات زيادة. اول شيء لانه سرطان عنق الرحم بسببه فيروس اسمه الـ HPV Human Papilloma Virus، هو متناقل بطريقة جنسية، يعني بالعلاقة الجنسية. مع البوم الجنسي اللي حاصل مؤخرا بالسنوات الأخيرة، ومع تطور تقنيات الكشف ومع حملات التوعية اللي عم بتصير، وهون بدنا نشكركم على اللي عم تعملوه، هالشي عم بساعد انه يكتروا الحالات. مش انه ما كانت موجودة، كانت موجودة بس ما كنا عم نعرف فيها، عم نكتشفها بشكل افضل وبشكل احسن، وهذا لخير المريض يعني. اكيد. دكتور، هل كل امرأة معرضة انه تصاب بسرطان عنق الرحم؟ قبل ما نحكي عن سرطان عنق الرحم نحكي عن المسبب. كل امرأة معرضة انه تنصاب بالهيومن بابيلوما فيروس، وقسم من هالمرضى اللي بينصابوا بهالفيروس معرضين انه يصير معهم سرطان عنق الرحم. نعم، يعني الهيومن بابيلوما فيروس في كذا تيب منه، اوكي، في 2 هن 16 و18 هن المسؤولين عن 80% من حالات سرطان عنق الرحم. في غيرون خمسة غيرون هن بغطوا 20% من الحالات الباقية. وهالفيروس بس ممكن الست تاخده بالعلاقة الجنسية؟ نعم. مش ممكن تلقطه بغير طريقة، أو العلاقة الجنسية مثل ما مفهومة. نعم. علاقة جنسية. نعم. أو بالفلورت، يعني أنه نعم. بشكل جنسي، يعني في الميوكوس ممبرينز والبودي فلويدز بصيروا عن كونتاكت مع بعضهم. نعم. هي. نعم. حكيت قبل شوي حضرتك انه المرأة بتروح تستشير الطبيب بس توصل يصير في عندها العوارض، شو هن ابرز العوارض لسرطان عنق الرحم؟ هلا سرطان عنق الرحم عنده عارض بالبداية، اغلبية المرضى ما بيهتموا فيه. هو لما يشوفوا بعد بقع الدم من بعد العلاقة الجنسية. نعم. اوكي، هيدا بساعدنا كثير، كان يساعدنا كثير بالماضي قبل هالتوعيات كلها هلا، لكشف مبكر لسرطان عنق الرحم. العوارض بعدين لما تبين هي من اوجاع بالبطن مثل فولنس، انه بتحس حالها انه في شيء كابس، تقل او ضغط. صحيح، تقل وضغط وهالقصص كلها.
هودي بيجوا بعدين بمرحلة لاحقة، وأكيد سرطان الرحم بمد يعني بيشمل أسفل البطن كله من المبولة للمصارين لكل الأورجنز الموجودين هناك، وكل وحدة لها عوارضها، كل واحد بسبب عوارض. بس بهيدي المرحلة العلاج جدا صعب، وصلنا بمرحلة متقدمة من صحيح المرض. صحيح صحيح. نعم. تنتفادى هالشي، كيف بيتم تشخيص سرطان عنق الرحم؟ نحن في عنا بصيروا بالفحوصات البرايمري، البرايمري كير هو فحص اسمه البايب سمير، بلبنان بسموه بالدارج فحص الإزازة، هو تقنيا اسمه فحص مسحة عنق الرحم. هيدا نحن نطلب ونتمنى من جميع النساء انه على صحة السلامة بدون اي عوارض يخصصوا ربع ساعة من وقتهم مرة بالسنة تيزوروا طبيبهم يعملوا هالفحص يلي هو غير مؤلم، غير مؤلم. وهيدا بتكون البداية المرحلة الأولى بالكشف. هيدا الفحص بفرجينا إذا في أي تحولات عم بتصير بخلايا عن الرحم ممكن تؤدي بالمستقبل في حال كملت لسرطان عن الرحم، للسيرفيكال كانسر. وكمان بخلينا نشك إذا نحن بحاجة إنه نعمل الفحص الثاني اللي أكتر متقدم اللي هو التست لل HPV للهيومن بابيلوما فيروس بناء على نتيجة البايب سمير مسح عن الرحم. هلا في بعض الفئات من النساء بيكون هاي ريسك جروب بسميهم، نعمل دغري الفحصين نعملهم بذات الوقت، هيدي لاعمار محدده ولا جروبات محدده من الناس لما نحس انه في خطر أكثر. في خطر اكثر من غيرهم انه يكونوا عندهم هالمرض. فينا نعمل دكتور بس التست الـ HPV وحده بيغنينا عن الباب سمير العادي؟ تست الـ HPV بيقلنا إذا في الـ HPV ولا لا. نعم. بس الباب سمير بفرجينا وضع خلايا الرحم. نعم. يعني من المفضل أنه ينعمل اثنين سوا. طيب في نساء ما بنعمل لهم الباب سمير؟ الباب سمير مثل ما بتعرفي بتاخذ من عنق الرحم المتواجد بقلب المهبل. نعم. اوكي، يعني إذا الفتيات او المريضه بعد ما صار معها علاقه جنسيه، ف بحالات جدا قليله في ديفايسز معينين تنقدر ناخذ باب سمير، بس عاده انه مش انديكيتد انه ما بنعمله. والنساء المتقدمات بالعمر، النساء المتقدمات بالعمر الباب سمير بضل ينعمل لسبب انه الاتش بي في لما يتواجد بجسم الانسان ما بيروح. نعم. وفي اتش بي في في يكون صامت لسنين بدون ما يسبب هالمشاكل او يسبب هالعوارض، ومن بعد سنين يتحرك مثل فيروس الارباس بيجي على الجسم مره بيصمت، بعدين بسبب نقصان صغير بالمناعه بالجسم بيرجع بيطلع. شيء ذاته بخصوص الاتش بي في، يمكن يكون مناعه هالمره كثير جيده، هالاتش بي في هو صامت بعمر معين او بمرحله معينه من حياتها او بسبب شيء معين صار معها، بتنزل مناعه الجسم ببين وبسبب الضرر اللي لازم يتضرر. فالمفضل انه الباب سمير يضل ينعمل حتى بعمر متقدم. مثل ما بنعرف انه لسرطان عنق الرحم في فاكسان للوقايه. صحيح. لقاح، وبدنا نعرف مين بيستفيد من هيدا اللقاح، وفي كثير امات بعدهم بخافوا اذا بدنا نبلش نعمل هالفاكسان، ومنهم انا، يعني انا بعدني بفتره انه بعمل لبنتي او ما بعمل، اذا فيك تخبرنا عنه وتقلنا اهميته. احدث الدراسات هلا حاليا اللي طالعه عم تنعمل على النوع الجديد من الفاكسان اللي هو النانو، الجاردازيل نانو. اوكي، هو في ثلاث انواع، في الجاردازيل السيرفاريكس، وهلا نزلوا الجاردازيل نانو اللي بغطي تسع انواع من الـ HPV، من ضمنهم الانواع المسببه لسرطان عن الرحم كله. اوكي، بالماضي كان ينعمل للجميع 3 دوز. اوكي، هلا بينعمل، اذا عم بينعمل الفاكسان لفتيات عمرهم بين التسعة وال14 بينعمل 2 دوز، يعني الدوز الاساسيه ودوز بعد من 6 شهور ل 12 شهر. حيلا نوع من اللي سميتهم حضرتك. بنحكي عن النانو. اوكي. بس بهوديك كمان زيت الشيء. هلا في حال الفاكسان عم ينعمل من بعد ال 14 سنه، يعني بين ال 14 ل 26، وهلا
باخر ستاديز حتى لل 45 فينا نضلنا نعمله. بنعمل ثلاثه دوز، الدوز الاساسيه بيرجع بنعمل ريبيل بعد شهرين، والريبيل الثالث بعد 4 أشهر من ثاني دوز، يعني بظرف 6 شهور بكون اخذ الدوز الثلاثه. نعم والإفادة منه نتيجته 100%. هلا ما في شيء بالحياة 100%، بس أكيد إنه إفادة كتير جيدة، كتير متقدمة. وحتى الناس يلي عندهم الـ HPV، نعم، بالماضي كانوا يقولوا إذا طلع عندك HPV ما تعملي الفاكسين. حتى اللي عندهم الـ HPV هلا يستحسن إنه يعملوا الفاكسين، لأنه الـ HPV اللي عنده واحد من هودي التسعة الموجودين. نعم، فبكون عم تحمي حالها من الباقي، بالقليل من الباقي. يعني نحكينا بدنا نسأل إنه حتى بفيد المرأة حتى بعد العلاقات، يعني نعم. حضرتك قلت إنه نعم. حتى لو عندها الـ HPV، يعني حتى لو عندها الـ HPV يعني حتى بعد، يعني حتى بعد العلاقات. قلك آخر ستاديز لحد الـ 45 بينعمل، من قبل كانوا على 26 27 يوقفوا، هلا لحد الـ 45. بعد الـ 45 ما بينعمل، ما إجى. ولازم نكفي الفحوصات، يعني تعمل باب سمير المرأة أكيد. حتى بعد اللقاح. أكيد. اكيد، لانه مثل ما قلت لك انه اللقاح انعمل، يمكن هي عندها نوع من هالانواع الـ HPV اللي نايم بجسمها، والباب سمير كمان بفرينا تحولات عم بتصير بالخلايا، انه عم نحكي عن شغلتين مختلفتين. يعني اللقاح ما بيمنع نضل نعمل الوقايه ونعمل مسحه عنق الرحم ضروري. هلا بحال عملنا هاللقاح وصار في حمل نعم. يعني شو المرحله؟ يعني اكيد في ناس بتخاف انه عملت هالفاكسان وحبلت، في شيء لازم تعمله المرأة ولا ما بيأثر؟ أو في فترة معينة مش لازم تحبل؟ ما في أي شيء بالدراسات اللي صاروا لهلأ بيقولوا إنه هالفاكسان بضر الحبل. أوكي، وفي حال صار في استقامة المرأة هي وبعدها شي عاملة الفاكسان، أكيد ما في ضرورة إنه نفكر إنه نتقلص من الحبل أو نشغل بالنا، أكيد لا. بس بما انه بعد ما في دراسات موثقه نعم معموله على مدى طويل، في حال كانت مبلشه تعمل هالفاكسان، يعني عملت اول دوز بعدين حبلت، الدوز الثاني ما بنعملها الا من بعد ما تولد. تقطع مرحله الحبل، يعني باثناء الحبل ما بنعمل دوز، بس ما في شيء بيمنع انه تكون عملت دوز وحبلها، هذا ما في شيء ما له اي تاثير. طيب دكتور، علاج سرطان عنق الرحم شو علاجه؟ وهل ترى نسبة الشفاء منه بهالايام كيف؟ علاج اي سرطان رحم، علاج وقت نكتشف انه في تحولات بالخلايا، او علاج سرطان الرحم اللي عم نحكي به بمرحله متقدمه. فينا نحكي عن اثنين، يعني اذا بلشنا بالاول في اختلال تنقول او تغيرات بخلايا عن الرحم، شو العلاج الاولي وبعد؟ في فحوصات متقدمه بنعملها اكثر نعم. شويه بنحدد مكان تواجد هالخلايا، وبعمليه جدا بسيطه تسدي سيرجري، يعني المريضه بتفوت الصبح بتطلع بعد الظهر على البيت. نعم. العمليه تقريبا ربع ساعه ونص ساعه، بنشيل بنستأصل كون، يعني قسم من عنق الرحم بنستأصله اللي من ضمنه هالخلايا، وبنكون استأصلنا المرض نهائيا، مش انه نيمناه ولا شيء، بيكون استأصلنا. نعم. اوكي، هيدا في حال تم اكتشاف مبكر لتحولات بالخلايا من بعد اجراء مسحه عنق الرحم. احنا بس نوضح انه هو في درجات، في مستويات. صحيح. مثل كل سرطان. صحيح. يعني صحيح. نعم. بس حتى بكذا مستوى بيصير بالبدايه، لما في بعده تحولات، حتى تحولات كبيره، بس بعد ما عندنا كانسر بحد ذاته، هيدا العلاج هو فعال وكافي. نعم. اوكي، واكيد من بعده في متابعه في الاساس كلها. بينما في حال وصلنا لسرطان عنق الرحم اللي مثل ما حكينا ممتد وشامل اعضاء البطن، عم نحكي باستئصال جذري ونهائي للرحم وكل والمبيضات، وحتى بنفوت على البارامتر، يعني بنشيل الغدد الليمفاويه كلها. هي عمليه جدا كبيره. من بعدها في علاج راديوثيرابي، يعني علاج الاشعه، وبعض الاحيان بياخذوا كيموثيرابي، البروجنوستيك تبعه منه جيد. يعني نسبه الشفاء منه كبيره. نعم. من هون اهميه الوقايه. صحيح. يعني لازم صحيح، يعني لكن الفرق بالعلاجات، يعني لكن الفرق بالعلاجات والفرق بنسبه الشفاء منه. نعم، يعني ممنوع على اي امراه حرام. تموت ب
سرطان عرق الرحم حرام. بتقدم الطبي والاكتشافات اللي عم بتصير هلا اكيد هذا شيء ممكن تفادي بكل سهولة علاجه، فليش ندرك حالنا؟ صحيح. مثل ما بنعرف انه في كثير سرطانات وقتها تنكشف عم يرجع يصير في حبل. هلا اذا بلش المرحله الاولى من سرطان عنق الرحم وصار استئصال بس للخلايا او لعنق الرحم، هل فيها المراه تحبل وتجيب اولاد؟ اكيد فيها، خصوصا انه سرطان عنق الرحم اوقات بصيب النساء بعمر عمر بعده صغير، يعني عمر قليل، يعني في مجال انه يصير في حبل من بعدها. اكيد ممكن، واكيد شيء بيصير وبتكفي ويمكن الولاده بتصير طبيعيه او يمكن بنلجا للقيصريه بحسب وضع عن الرحم. نحن بنفضل بهيك حاله القيصريه ومنتابع عن الرحم باثناء باثناء فتره 9 اشهر، منتابع عن الرحم شو وضعه، وفي محلات وضع يكون الاستئصال اللي صاير قبل ما تحبل المراه استئصال لجزء كبير من عن الرحم، بنجبر اوقات نعمل ما يسمى بالسيركلاج، يعني نحط قطبه على عن الرحم تيضل الحمل ماسك الرحم. هذا ببعض الحالات. هلا سؤال هيك اجى على بالي دكتور، بتعملوا باب سمير خلال الحمل؟ ريجولرلي لا، انه بالعاده لا، الا في حالات معينه نعم. بنعمله نعم، ما في اي شيء بيمنع انه نعمله. طيب شو الفرق بين سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم؟ لانه هاي الشغله على طول بتلتبس هيك على النساء. هيدا مرضين مختلفين نهائيا. يعني سرطان الرحم الاندوميتري الكانسر تبع الاندوميتر، هيدا بصيب عاده النساء من بعد المينوبوز. اوكي، عوارضه جدا سريعه، يعني دغري بيعطي بخبرنا انه نحن انا موجود، بيعطي اشارات دغري، بعكس سرطان عن الرحم اللي قلنا هو مرض صامت. سرطان الرحم بيعطي نزيف، بتكون المريضه من بعد المينوبوز صار لها فتره من بعد ما بقى في ميعاد، فجاه بتشوف دم. بهيك حاله اول شغله لازم نعملها رول اوت كانسر، هيدي القاعده الاساسيه. وهذا الشيء بيساعدنا انه نكتشفه على السريع، بيكون بعده محصور بقلب الرحم وبعد ما مد لبرات الرحم. وكمان بهيك حاله استئصال رحم بثلاث ارباع الاحوال كافي انه يكون العلاج الوحيد المطلوب يعني. بس هن مرضين مختلفين، المسبب مختلف، العوارض مختلفة، رغم انه الاورجن ذاته يعني ذات العضو، بس بمحلين مختلفين. نعم، والفرق انه سرطان الرحم ما فينا نكتشفه، يعني ما في عندنا هالوسائل مثل سرطان عنق الرحم، هالباب سمير اكيد ما فينا، يعني مثلا بالايكوغرافي الصورة الصوتية يبين شيء، لانه بثلاث ارباع الاوقات ما ببين شيء، الا يمكن سماكة صغيرة بالبطانة الداخلية تبع الرحم. بس حتى بعدم وجود هالاساليب للكشف هو المرض بخبرنا انه انا هون عن نفسه. نعم، وكمان هون بنناشد جميع النساء اللي بيكونوا بفتره من بعد فتره المينوبوز، لان المينوبوز هي مرحله، هي مش فتره. من بعد فتره المينوبوز صاروا يسموها سن الامل، هلا كانت سن الياس بالماضي، هلا صارت سن الامل. فاللي هن من بعد هالمرحله بحياتهم اللي قطعوها، بنناشد الجميع في حال شافوا اي نزيف من الرحم من بعد انقطاع الدوره دغري يلجأوا للطبيب. نعم دكتور، بنهايه لقائنا شو النصيحه اللي بتحب تعطيها للسيدات؟ النصيحه هي وحده، ما تتركوا حالكم، ما تهملوا حالكم. كثير من الامراض، من بيناتها سرطان عن الرحم، من بيناتها سرطان الثدي، من بيناتها كثار من الامراض والالتهابات يلي لها اسباب بعدين بتشوفها المراه بحياتها، ما تتركوا حالكم. هالربع ساعة برا مرة بالسنة ما عليه، ضحوا فيها كرمالكم انتو، استشيروا طبيبكم، اعملوا مسحة عن الرحم، اعملوا الصورة الصوتية والفحوصات اللي لازم تنعمل مرة بالسنة، وهذا الشيء بداية حياة جيدة وبداية عمر اطول وبداية مثل ما بقولوا استئصال لهالمرض يلي قادرين انه نكافحه وقادرين نوقفه، بس اكيد بتعاون الكل. صحيح، واكيد هون الاهم من هذا كله نشتغل على التوعيه، نشتغل على نوعيه الاخبار الصحيه. مثل ما بقولوا نحن عايشين بعصر الانترنت، نحن عايشين بعصر جوجل، بس للاسف
هالمعلومات الموجودة على هالمحلات مش كتير أوقات بتكون مطابقة للواقع. فالتوعية الصحية اللي بتصير مثل ما حضرتكم عم تعملوا وبشد عيدكم وبشجعكم، التوعية الصحية اللي بتصير هي الأساس لنوصل للي بدنا إياه. مجتمع أفضل. هو شوي سرطان عنق الرحم كأنه مثل ما هو صامت، كأنه مش كتير في عليه توعية، يعني منحس في حملات كتيرة على سرطان الثدي، فبدنا نجرب كمان نوعي النساء أكتر مثل ما قلت حضرتك، يعني مثل ما بياخدوا مرة بالسنة تيعملوا الماموغرافي كمان مرة بالسنة يعملوا الباب سمير. وهون بحب زيد عليك انه الماموغرافي ابتداء من سن الأربعين. نعم. الباب سمير كل مرة عملت علاقة جنسية ولو مرة واحدة بحياتها صار لازم كل سنة تعمل باب سمير. صحيح. نتشكرك دكتور معبود وأهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله منتلقى فيك بغير حلقات. أكيد هذا بشرفني يكون معكم وكون عم شارك بهالشيء الجيد عن جد للمجتمع ولصحة أفضل. نشكرك أهلا وسهلا. مرسي كتير. فاصل نحن بنرجع منتابع بعضكم.